السلام عليكم اخواني اخواتي، نتمنى تكونوا باتم الصحه والعافيه وانتم تشاهدون هذا الفيديو. اليوم غادي نقدم لكم وصفه من المطبخ المكسيكي اللي انتشرت في باقي انحاء العالم، وهي سناكس الدوريتوس الشهيه التي يحب الكثير شراءها جاهزه والاستمتاع بتناولها. واليوم ان شاء الله غادي نقدمها لكم بطريقه سهله منزليه اللي دائما كتكون اكثر امانا ويمكن تنفذها في وقت قصير، وتثقي تماما انها امنه على الصحه والطعم ديالها اللي كيجي رائع جدا، غادي يحبوها الاطفال ديالكم. فبقاو معايا لنهايه الفيديو، كنتمنى لكم فرجه ممتعه. فبسم الله على بركه الله، بالنسبه لاول مكون فهي ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون. ايضا سنحتاج الى 2 كؤوس ديال الدقيق بدون جلوتين، ما يعادل 160 غرام. نحتاج ايضا كاس من دقيق الذره 91 غرام. ايضا ساحتاج الى كاس من الماء، بالضبط هو اللي غنجمع به العجين، قطعه من الجبن المثلث. ايضا سنحتاج الى ملعقه صغيره من الكيتشاب خاليه من الجلوتين. وبالنسبه للتوابل فسنحتاج لملح، بودره البصل، بابريكا، ابزار الكركم، والى عندكم بودره الثوم ايضا فضيفوها، انا ما كانش متوفره عندي. وبالنسبه هنايا غادي نضيفوا واحد القليل من الجبن الاحمر، تقريبا واحد 30 غرام. واخر مكون هو ملعقه صغيره من السكر حبيبات. نمروا لطريقه التحضير. غناخذوا وعاء العمل وغادي نفرغوا فيه جميع المكونات اللي هي الدقيق الخالي من الجلوتين، ملعقه صغيره من السكر، كاس من دقيق الذره. ايضا غادي نضيفوا عليه هذيك القطعه ديال الجبن المثلث، نضيفوا عليه ملعقتان من زيت الزيتون، يمكن استبدالها بالزيت النباتي، ملعقه صغيره من الكيتشاب اللي كتبقى اختياريه وطبعا كتكون خاليه من الجلوتين. نضيفوا الجبن المفروم الاحمر، كنستعمل دائما جبن كروم. والان غادي نضيف هنايا جميع التوابل وغادي نضيف الماء بالكامل. تقريبا انا هنايا بالنسبه للماء فكاس من الماء قدني باش نجمع العجين. غادي نحاول ندلك العجين جيدا، تنحصل على واحد العجين اللي هو متماسك وكيلتصق فقط نوعا ما باليد. هنايا بعد ما لاحظتوا بان العجين ديالنا دلكته جيدا وصار على هذا القوام، كناخذ هنايا في السطح ديال العمل كنفرش بلاستيك غذائي باش نتفادى الالتصاق، وكنرشوا بالقليل من الدقيق الخالي من الجلوتين. كما لاحظتوا هنايا قسمت العجين الى 5 كويرات باش يسهل عليا التبسيط ديالهم، وعادي كنبسط الكويره لسمك رقيق جدا، كناكد على هذه المساله هذه. وكناخذ واحد الاطار او واحد القطاع دائري باش كنقطعهم على شكل دوائر، يعني كنقطعهم على شكل الخبز ديال الشاورما المعتاد، وكنطهيه في المقلاة. بالنسبه للطهي ديالو في المقلاة فكيكون الطهي ديالو فقط نصف ديال الطهي، ما كيكونش مكتمل النضج، فقط باش تكون عندنا العجينه متماسكه ويسهل علينا التقطيع ديالها الى مثلثات متوسطه.
وهنايا كما كتلاحظوا بعد ما انتهيت جميع الكميه ديال التورتيلا ديالي اللي درناها بدقيق الذره والدقيق الخالي من الجلوتين، كتكون على هذا الشكل هذا، يعني فقط نصف الطهي ديالهم، وكنتحكموا فيهم وفاش كنطويهم ما كيتقطعوش عند الطي ديالهم، وكنحاول هكا بسكين نزعز الجوانب ديال الدائره اللي عندي ونقطعها على شكل اشرطه طوليه، ومن بعد غادي نقطعهم على شكل مثلثات. بالنسبة لطريقة الطهي ديالهم، فاللي بغى يقليهم كما غندير انايا لانه ما كانش عندي الكثير من الوقت باش نديرهم في الفران ونبقى مراقبهم، فاللي بغى يعني يدير نفس الطريقة ديالي غيديرها، اللي بغاهم صحيين اكثر فيوضعهم في الفرن، ولكن الطريقة غادي تاخذوا خبز تورتيلا وغادي تدهنوه قبل ما تقطعوه، غادي تدهنوا الجانبين بالزيت النباتي ومن بعد تقطعوه بهذا الشكل اللي درت انا، وتدخلوه لفرن متوسط وديروا النار من فوق ومن اسفل، وكتبقاو مراقبينهم حتى كيتحمروا لكم وكتخرجوه. هنايا كما كتلاحظوا بعد ما انتهيت التقطيع ديال جميع الدوريتوس اللي عندي، كان عندي الزيت اللي سخن ليا جيدا، وبعد ذلك كنزل فيه جميع الوحدات بهذا الشكل هذا، وما كياخذوش ليا الكثير من الوقت، فقط 3 دقائق كيكونوا يعني ناضجين معايا، وكنزعهم وكنكمل بهذه الطريقه هذه تنكمل جميع الكميه اللي عندي. وهنايا كما كتلاحظوا هذا هو الشكل ديالهم بعد ما صفيتهم من الزيت فوق واحد الورق نشاف، وهنايا كنضيفوا لهم جميع التوابل اللي ضفنا في العجين، كننزعوا فقط الكركم هو اللي ما كيكونش في هذه الخلطه هذه ديال التوابل، وكنرشوهم جيدا وكنقدموهم بالصحه والراحه. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الدوريتوس ديالنا، كما كتلاحظوا كيجي رائع جدا وشبيه تماما باللي غتشريوه من المحلات، صدقوني الا دقتوه غادي تلاحظوا بانه يعني ما كاينش الفرق، ودرناه فقط في البيت بمكونات بسيطه. وبالنسبه للون ديالو كما لاحظتوا كيجي اللون ديالو غامق لاننا ضفنا الكيتشوب وضفنا الكركم، والدقيق ديال الذره هو اللي كيعطي هذا اللون هذا، نتوما اللي كتحكموا في درجه اللون ديال العجين ديالكم. كنتمنى هذه الوصفه هذه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، واكون دائما عند حسن ظنكم. نلتقي في فيديوهات جديده خاليه من الجلوتين، اترككم في امان الله، الى اللقاء.